من حتى نكون عادلين في الوقت، في حال زدته دقيقة أو اثنتين يبغي أن تضيف لي دقيقة أو اثنتين أيضا حتى تكون عادلا في توزيع طيب الوقت، طيب يمكن أن اوكي تبدأ تامر المقابلة تامر يوم. تامر تامر فيما يتعلق أبدأ بسؤالك، الأصوات الانفصالية الموجودة هنا المتواجدة في الأقاليم الجنوبية هذا شيء طبيعي، هذا دليل على أن المغرب يحترم حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التفكير. التعددية السياسية والتعددية الفكرية، المناخ الديمقراطي والحقوقي المتجسد هنا في الأقاليم الجنوبية يسمح حتى لمن يعادون السيادة المغربية بالتعبير عن آرائهم، وهم على كل حال أقلية لا وجود لهم في الشارع العام لفترة معينة. بالفعل إبان استغلال الدعاية الانفصالية لمناخ الانفتاح الديمقراطي في المغرب عكفت على الترويج لذلك الخطاب الرومانسي الذي تأثر به الشباب في فترة معينة، لكن اليوم لا وجود له، ثبت بالملموس زيف هذه الدعاية الانفصالية، ثبت تناقض ممارساتها الإقصائية والعنصرية ويعني والاستئصالية مع كل تلك شعارات الحرية والديمقراطية. لكن في المقابل هل تستطيع أن تجد صوت مخالف في مخيمات تندوف؟ لن تستطيع لأن سيكون مصيره السجون. اليوم المئات من ضحايا قمع البوليساريو يسجلون شهاداتهم حول ذلك الترهيب وذلك القمع الرهيب في السجون السرية البوليساريو في غويرت بيلا وسجن الرشيد، أين كانوا يعني يعيشون في قبور تحت الأرض لسنوات عديدة، وأين كانوا تمارس عليهم يعني التعذيب والتقتيل والتصفيات بشكل بشع ضمن مخططات استئصالية ضد العنصر الصحراوي. الضيف يتحدث على أنه هناك انتهاكات يجب أن نتحدث عنها. الانتهاكات التي ارتكبت من طرف الدولة المغربية تمت معالجتها رسميا من خلال تجربة هيئة الإنصاف المصالحة، والمغرب تصالح مع ماضيه من خلال يعني السماح للضحايا بالتأطير في يعني في هيئات تمثلهم وفي الانخراط حوار وطني اشترك فيه الضحايا وسجلوا شهاداتهم واستفادوا من التعويضات، وتم الكشف عن ذلك الماضي الانتهاكات، وتم يعني معالجة حتى الذاكرة المكانية، وتم يعني توفيق كافة الانتهاكات. بالمقابل البوليساريو لا تزال تتنكر لانتهاكاتها سواء في الماضي أو في الوقت الحالي. البوليساريو يعني قدمت مؤخرا عرضا لجبر ما سمته بجبر الضرر، لكن من سيقدمه؟ يقدمه الجلادون الضحايا كلهم. انا كنت موقع على اكثر من بيان، وقعت اكثر من 14 جمعيه تضم الضحايا الذين رفضوا الانخراط في هذه المهزله، لان البوليساريو الى اليوم ترفض كشف الحقيقه عن ماضي انتهاكاتها، ترفض عزل جنات المتورطين، ترفض الاستجابه يعني بالسماح بالكشف عن عرفات المفقودين، ترفض السماح للضحايا بزيارة المراكز التي كانوا معتقلين بها والتي لا تزال إلى اليوم تستغل كمراكز اعتقال وكمراكز تعذيب. وبالتالي لا مجال المقارنة بين التجربتين. اليوم تجربة الإنصاف والمصالحة المغربية هي تجربة رائدة يستشهد بها دوليا، بينما تجربة البوليساريو اليوم، أنا كنت مشارك في استطلاع أيضا قدمه المقرر الخاص بالعدالة الانتقالية الذي يصفها بالتجارب التي لم تتم تسويتها، ويصفها أيضا بتجارب مرتكبة من طرف كيانات غير دولتية. هذا المقرر الخاص المكلف بتجارب عدالة انتقالية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. على كل حال الضيف تحدث عن موقع الولايات المتحدة. موقع الولايات المتحدة الأمريكية صدر بنص مرسوم رئاسي صادر عن البيت الأبيض، ولا يزال إلى اليوم في أرشيف البيت الأبيض موقع الإلكتروني، ولا يمكن إلغاؤه سوى بمرسوم رئاسي يلغيه، وهذا لم يحدث حتى حدود الساعة. بعض المغالطات التي يقدم عليها الأبواق الانفصالية دائما، وهي تقديم المواقف الداعمة للجهود الأممية أو الدعم للمبادرة المغربية في إطار الأمم المتحدة تقديمها على أنها موقف مناقض لدعم الموقف المغربي، وهذا زيف واضح، لأن المغرب حينما قدم مبادرته للحكم الذاتي لم يقدمها للمريخ، قدمها للأمم المتحدة ذاتها، وهو يريد حل في إطار وساطة الأمم المتحدة من خلال تنزيل مبادرة الحكم الذاتي. وبالتالي المقاربة الأممية نفسها دائما من خلال قرارات مجلس الأمن ومن خلال تقارير الأمين العام الأممي وحتى توصيات الجمعية العامة دائما تصف المبادرة المغربية بذات الأولوية وبمصداقية وبيعني الأساس الجيد للمفاوضات. وبالتالي دعم جهود الأممية في حقيقة الأمر هو دعم للوساطة الأممية. من جانب آخر المغرب لا يزال اليوم متمسكا باتفاق وقف إطلاق النار الذي أسس لهذه الوساطة الأممية. البوليساريو هي من يرفض الوساطة الأممية، البوليساريو هي من يصدر البيانات رسميا ضد كل قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارين الأخيرين رقم 2602 صادر في أكتوبر 21 ورقم 2654 صادر في أكتوبر 22. البوليساريو والخارجية الجزائرية أصدرتا بيانين ممتعضين ضد مجلس الأمن ووصفاه بالمتقاعس وإلى ما هنالك من التوصيفات. المغرب لا يزال اليوم يشيد
بين الوساطة الأممية ويشيد بقرارات مجلس الأمن، وبالتالي الدول الداعمة للمغرب من الطبيعي أن تدعم المقاربة الأممية، ولا يمكن أن نقبل هذا التحوير من طرف بعض الأبواق الذي يصور على أنه فرنسا أو جهة أخرى إن دعمت المقاربة الأممية وإن دعمت الوساطة الأممية فهي ضد المغرب أو هي لا تعترف بالسيادة المغربية. هذا غير صحيح على تماما، لأن المغرب قدم مبادرته للأمم المتحدة نفسها. مسألة أخرى، الولايات المتحدة دورها أساسي في مجلس الأمن، لأنها هي من يكتب المسودات الخاصة بالقرارات، وهي المساهم الأبرز في بعثة المينورسو. والولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا خارج حلف الناتو، وتعقد معه هذه الأيام مناورات الأسد الإفريقي التي تجمع الجيش الأمريكي مع الجيش المغربي، والتي تخاط بالمناسبة في جزء من المناطق الأقاليم الجنوبية التي تطالب بها البوليساريو في اعتراف عملي بالسيادة المغربية على الصحراء. الموقف البريطاني ايضا مؤخرا، خاصه قرار محكمه الاستئناف الصادر على المحكمه البريطانيه، هو تحول في مواقف القضاء الدولي الذي يرفض الطعن الذي قدمته جمعيه متضامنه مع البوليساريو ضد الشراكه الاقتصاديه التي وقعتها بريطانيا مع المغرب والتي تشمل الاقاليم الجنوبيه. بريطانيا تشرع القضاء البريطاني من خلال محكمته بلندن، يشرع ويسجل قانونية كافة الشراكات التي تجمع الشركاء الدوليين مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. وبالتالي أعتقد على أنه اليوم هذه السيادة باتت واقعا لا يمكن القفز عليه. طيب. والمغرب يقول رسميا على أن السيادة غير خاضعة للمفاوضات، الحل داخل السيادة المغربية. السيادة غير قابلة للمفاوضات والحل داخل السيادة المغربية. أستاذ محمد راضي، كيف ترد على هذا الكلام؟ يعني الموقف القانوني الآن البوليساريو، هل الموقف موقف الصحراء الغربية، يعني هل هو في صالح المغرب أو في صالح البوليساريو؟ يعني وما الذي يثبت أنه مثلا هذه القضية ربما تسير لصالح البوليساريو إن كنت غير مقتنع أنه المغرب يحقق انتصارات؟ والله كما عودنا الأخ محمد سالم يستعمل مصطلح الأبواق، وأنا كما قلت لا أريد أي مصطلحات، وإن كان يعني يريد إن شاء الله مرة مقبلة كذلك أن نغوص في هذه المستنقع فنحن مستعدين، لكن نحن نحترم هنا جئنا، نحترم أنفسنا ونحترم الناس اللي تابعونا ونبتعد عن هذه المصطلحات. ثانيا، يتحدث عن قال على أنه كذا البوليساريو والضحايا والمغرب كان كذا، ولكن أعتقد على أنه نسي أن البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً بأغلبية 365 نائباً أوروبياً يدينون ديكتاتورية النظام محمد السادس الذي يسجن الصحفيين ويسجن المدونين ويسجن المناضلين. ويكفي على أنه حد يطالع اليوم على لائحة الموجودين في السجون المغربية بسبب فقط المنع من النشر في الفيسبوك وفي اليوتيوب، ويشاهد كم من الفاسدين وسراق المال العام ولصوص المال العام والذين تغص بهم الصحراء الغربية، واللي ملفاتهم فسادهم ننشرها يوميا في الفيسبوك وفي اليوتيوب، ورغم ذلك لا تتحرك النيابة العامة في مقابل أن تتحرك ضد من يفضح هؤلاء المفسدين في أرض الصحراء الغربية الذين معروفين بأنهم يتعاملون مع المخزن. ثانيا، نتحدث لأخ محمد سالم عن الولايات المتحدة ويقول أنها قرار رئاسي وكذا، واحنا نجبناه قلنا له على انه اذا كانت الخارجيه الامريكيه تقول بان البوليساريو حركه تحرير، فحركه تحرير ماذا؟ وما قيمه هذه التغريده اللي هي لا تتجاوز تغريده فقط، تغريده ولا زالت تغريده، وقد حذفت مع حذف الحساب التويتر اللي كان عند الرئيس دونالد ترامب، ويكفي على انه حد يشوف اين هو اليوم دونالد ترامب حتى يكتشف قيمه الصفقه اللي قام بها مع نظام المخزن حينما أرغم نظام المخزن على التطبيع مع إسرائيل، ومقابل أن يكتب لهم تغريدة في تويتر موجهة للاستهلاك الداخلي للشعب المغربي لا أقل ولا أكثر. يحدثنا كذلك عن فرنسا، ولكن لا يبتعد والله يغراوغ أنه فرنسا تقول على طريق لسان وزير خارجيتها من الرباط أمام وزير الخارجية المغربية بأنها مع الجهود الأممية لحل مشكلة الصحراء الغربية. أما إذا ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنه تعترف لو بالسيادة هي نفسها تعترف تعلم بأنه لولا الفيتو الفرنسي على مستوى مجلس الأمن الدولي لكانت بعثة المينورسو قد شملت حقوق الإنسان. نتحدث عن الإنجازات، أو سؤالك الأخ حسام، البوليساريو هل حققت إنجازاتها؟ من المغرب قد حقق إنجازات، يكفي إلى أنه أكبر هزيمة للاحتلال المغربي أنه بعد 48 سنة من هذا الصراع
الذي قال في بدايته الحسن الثاني بأنه سيذهب في جولة أسبوع وأنه سيحرر تلك القرار في ظرف أسبوع، أنه اليوم لا زال في 48 سنة لا زال يتخبط بين مجلس الأمن الدولي، بين الاتحاد الإفريقي، بين الاتحاد الأوروبي، بين محكمة العدل الأوروبية، بين معسكرات روسيا، معسكرات الصين، لا زال يتخبط في حرب ميدانية، لا زال يتخبط في ضحايا من جنوده يتجاوزون 30,000، لا زال يتخبط في الفاتورة العسكرية، لا زال يتخبط في الاعتقالات والتعسفات، لا زال يضيق على النشطاء والصحراوي، لا زال تزعجه امرأة صحراوية كيف سلطانة خية في بوجدور المحتل، لا زال يعني هذا النظام اللي قال على أنه عنده السيادة على هذه الأرض تزعجه امرأة كيف سلطانة خية حتى يضع عليها 20,000 بوليسي قدام الدار ويحاولون إسقاط المنزل عليها ويشابرها بالحجار وكأنها مجرمة. هذا يعني أنا حقيقة لا أفهم كيف أنه إنسان يقدر يدافع عن هذا النظام وهو يرى هاي الممارسات ويعرف بأنه المناطق المحتلة ليست سوى مناطق بوليسية عسكرية، البوليس في كل مكان، العيون المحتلة البوليس في كل مكان، ما يتخطى حد من شارع سمارة ما شاف البوليس، ما يتخطى حد من شارع طنطان ما أجبر البوليس، ما يدخل أزقة حي الزملة اللي هو الحي الحجري ما أجبر البوليس في كل مكان، ما تتأخر في الليل ما أجبرت الدوريات اللي تعتقلك وإحنا اعتقلنا كامل والداولة الكوميساريات وبحثونا في الليل. هذا الوضع يدل على أنك تمتلك السيادة. ما هو جواب الأخ محمد سالم على أنه المجال الجوي للصحراء الغربية ليس تحت السيادة المغربية؟ لماذا السواحل الصحراوية اليوم تمنع من طرف اتحاد محكمة العدل الأوروبية من استعمالها من طرف المغرب؟ يا أخي هذه أشياء ملبوسة، البر لا سيادة له عليها، ما كان حد يعترف له بالسيادة عليه البر، الجو مملوك من طرف إسبانيا وتديره، المجال البحري ممنوع من يوم 15/7. إذن كيف سيقنعنا الأخ محمد سالم أن المغرب يتوفر على السيادة هاي 45؟ إذا كانت بالقوة فإن إسبانيا قد قضت 93 سنة وهي تمارس كذلك احتلالها على أرض الصحراء الغربية، كذلك بريطانيا قضت في إيرلندا 700 سنة ولكنها في النهاية غادرتها. طيب. إذن ما هي مش باش اقنعناها. طيب أستاذ محمد سالم أرجوك أعطيني رد في دقيقة لكي نختم، وربما السؤال الذي أنا أسأله هو قوات مطالبين بدقيقة، هذا ليس عدلا. لا يا أستاذ محمد، أنا أعطيتك قبل وأعطيتك 6 دقائق، أنا أحسب الوقت قبل أيضا يعني هو بدأ بالتدخل، كنت أتناوب من الوقت وحينما تعطي 5 دقائق وتعطيني دقيقة. تفضل. طيب أنت أخذ دقيقة في هذه الملاحظة، تفضل أعطيني ردك. يلا سأعطيك ردي إذا كنت ستمنحني الوقت. خذ كل الوقت، أنا عادي، أنا ممكن نعمل معاكم بس 2:30، أنا ما ورايا شيء، لكن على الجمهور الذي يتابع الحصة طويلة. فضل عادل الوقت. لا مشكلة، لكن أرجوك في كلامك لا تفتح لي نقاش جديد يتطلب من الأستاذ محمد راضي أن يرد. أريد أن أرد ولك أن تفتح الموضوع كما تشاء، أنا سأرد، يعني سأعمل كافة حريتي في الرد. تفضل. ما يتعلق بالنقطة التي تفضل بها والمتعلقة بالمجال الجوي، المغرب اليوم هو من يسير أبراج المراقبة في كافة المطارات المغربية على أرض الواقع، وبالمناسبة نفس الشاهد الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو طرد بعض المتضامنين الإسبان مع البوليساريو الذين ينخرطون، مواطنون الإسبان ينخرطون في مخططات معادية للمغرب، وبالمناسبة معظمهم ينخرط في أحزاب اليسار الراديكالي أو اليمين المتطرف التي لديها أصلا مواقف إيديولوجية معادية للمغرب ولكافة المسلمين ولكافة العرب بالمناسبة، ويتضامنون مع البوليساريو من هذا المنطلق. هؤلاء حينما يحاولون دخول التراب المغربي، المغرب يمارس سيادته ويطردهم، هذا دليل على أنه هو من يتحكم في المجال الجوي. مسألة أخرى، التحكم في السيادة كافة المواقع الاستراتيجية في الصحراء، الموانئ، الطرق البرية، المطارات، تجمعات المدن، تجمعات البشرية، معابر الحدودية، هذه كلها تحت السيادة المغربية ولا تستطيع البوليساريو ولا أي جهة أخرى أن تقترب منها. هذا ما يتعلق بالمجال الجوي. علاقة يتهمني بالعلاقة بالنظام ثم يستنكر توظيفي للأبواق، لكنه منذ بداية المقابلة يوظف اتهام
بالعمل مع المخابرات، يوظف خدمة المخزن، يوظف عديد الاتهامات، ثم يحاول ممارسة الوصاية عليه ليعلمني كيف يتحدث. أعتقد أنه هذا مرض لدى كافة الأصوات الانفصالية ولدى كافة الأبواق، يحاولون ممارسة الوصاية المتحاور، يحاولون قمع الآراء المعارضة ولا يتحملون حتى الاستماع لرأي مخالف، وهذه طبيعة الفكر يعني الراديكالي الاستئصالي العنصري للبوليساري. ما يتعلق بمطالبته للنيابة العامة، يقول أنه يطالب النيابة العامة المغربية بالتدخل ضد الفساد في الصحراء. هو يعترف بالسيادة المغربية ويعترف بواقع يعني الولاية القضائية للمغرب على الصحراء. حينما يطالب النيابة المغربية بالتدخل ضد الفساد، فهذا اعتراف ليس بعده اعتراف بواقع السيادة المغربية، وهذا في حد ذاته تناقض كبير. أعتقد على أنه ما يتعلق بالمحكمة الأوروبية، أولاً حتى لا نغالط رأي العام، المحكمة الأوروبية قرارها غير ملزم للمغرب. المحكمة الأوروبية ولايتها القضائية ومجالها القضائي خاص بدول الاتحاد الأوروبي. المحكمة الأوروبية قرارها غير ملزم حتى لدول الاتحاد الأوروبي، هي قرارتها ذات طبيعة استشارية. قرارها السابق هو قرار ابتدائي وليس قرار استئنافي، ولازلنا في طور الاستئناف. المستجد هو القرار البريطاني اليوم، قرار المحكمة البريطانية الذي يشكل سابقة، وهو قرار نهائي بالمناسبة، وهو قرار ملزم بالنسبة للدولة البريطانية، لكن يؤخذ به كاجتهاد لدى كافة القضاء الدولي. القضاء البريطاني اليوم حسم قضية السيادة فيما يتعلق بالمعالجة القضائية. البوليساريو خسرت قضايا لدى جنوب أفريقيا، لدى قضاء جنوب أفريقيا، لدى قضاء بنما. سبق رفعت قضايا ضد سفن تنقل الفوسفات المغربي، وانخرطت يعني المحامون يدافعون عن شركة الفوسفات المغربية في تلك القضايا، وصدرت أحكام لصالح المغرب، وتم السماح للسفن المغربية بالمرور. أعتقد على أنه هذه التطورات مواقف القضاء الدولي ما هي إلا انسجام مع تغير المقاربة الأممية. أتمنى أن لا يقاطع عن الضيف الكريم لأنني يعني لم أقاطع. يا أستاذ محمد، إذا عندك توضيح أوكي، أنا سأعطيك التوضيح، يعني سنبقى نوضح إلى ما لا نهاية. سأختم بنقطة أخيرة، وهي على أنه تغير المقاربة القانونية لدى القضاء الدولي ما هي إلا تعاطي طبيعي جدا مع تغير المقاربة الأممية. الشرعية الدولية تنطلق من قرارات مجلس الأمن ومن تقارير الأمين العام الأممي ومن توصيات الجمعية العامة، وهذه اليوم تتغير وتتجه إلى المزيد من الوضوح والمزيد من العقلانية والمزيد من الواقعية، وتتعاطى إيجابا مع واقع السيادة المغربية وتعترف به، ودائما ما تصف المبادرة المغربية بالجدية وبالمصداقية وبذات الأولوية وبالأساس جيد المفاوضات، وبالتالي فالقضية محسومة على المستوى الدولي. المجتمع الدولي اليوم يضع مبادرة حكم ذاتي كأساس وحيد لأي حل سياسي منشود لهذا النزاع المفتعل. طيب، الذي طال أمده أكثر من اللازم. طيب أستاذ محمد سالم، أنا لدي طلب منك أن ترسل لي يعني نص المبادرة، ونعقد ربما برنامج مباشر آخر مع الجمهور أيضا لمناقشة بنود هذه المبادرة، ويمكن أن يشارك معنا الأستاذ محمد راضي الليلي أو أي طرف آخر يعني لنناقش هذه المبادرة ماذا فيها، وربما يعني فكرة أنه يشارك معنا الجمهور. أنا ربما سأبحث عن طريقة في البث المباشر، لأنه تقريبا الآن أكثر من 1200 شخص يشاهدون هذا البث المباشر، فيمكن أن يشاهد معنا طريقة عبر الاتصالات مثلا، نخلي الناس تتفاعل معنا وتعطي أراءها في هذه المبادرة التي تقول المغرب أنها لا سبيل إلا بها. شكرا أستاذ محمد سالم. أستاذ محمد راضي، إذا تريد 30 ثانية بس، أرجوك ولا توجه يتها 30 ثانية. شو لا، أنا ماني ما تنزه عن توجيه الاتهام، أنا فقط أريد أن أدعو لأخ محمد سالم إلى احترام عقول الناس حينما يقول أنه المجال الجوي من الشخصنة ودعك من المزايدة، لم أوجه إليك الكلام، لا تشخص رجاء. نحن حينما وصلنا الأبواق لم تتحمل ذلك. طيب خليه يكمل هذه الثواني لننهي أرجوكما. يا أستاذ محمد، نفتح نقاش. لا فقط هو إذا عنده، هو أنت ذكرت موضوع على المجال الجوي، فقط عنده توضيح، خلي يوضح وننهي. تحدث عن المجال الجوي ولا يوجه إلي الكلام. لا توجه الكلام للأستاذ محمد سالم. يلا تفضل أستاذ محمد راضي. المجال الجوي نتجاوز، أرجوك أعطيني في المجال الجوي وسننهي أرجوك. ذكرت المخزن وذكرت المخابرات وذكرت أصوات. طيب يا جماعة الخير، خلونا ننهي بطريقة جيدة، فقط يوضح وننهي. إنما يقول أنه
طرد الأجانب من المطارات في الصحراء الغربية دليل على أن المغرب يمتلك السيادة الجوية. هذا 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 ضحك على الذكور. النقطة الثانية هو يتحدث عن مبادرة الحكم الذاتي. هذه مبادرة الحكم الذاتي يجب أن تعرض على الشعب الصحراوي. هو لا يقبلها هو الشعب الصحراوي، ولا يرفضها هو الشعب الصحراوي. ماذا يرفضها؟ سقط على المجلس الاستشاري الصحراوي. المجلس الاستشاري الصحراوي هو من وافق على هذه المبادرة. والمجلس الاستشاري يضم الشعب الصحراوي، الشيوخ، ويضم المجتمع المدني، ويضم المثقفين. أنا ما قاطعتك. أنا ما قاطعتك. أنا يعطيك 30 ثانية. أنا تفعلت بعد انتهاء 30 ثانية. ما قاطعتك. تفضل تفضل يا استاذ محمد رادي، تفضل تفضل. اتمنى تعطيني 30 ثانية للرد ايضا. انت تكلمت، يعطيك حق الرد، لكن خليني نتكلم. خليني نتكلم يا جماعة، اريد ان انهي الحوار يا عندي. يجب ان نعرض على الشعب الصحراوي، نعرض على الولايات المتحدة الامريكية شنو يقرر فيه الامم المتحدة، الولايات المتحدة وشنو يقرر فيه فرنسا، يعني عن طريق الاستفتاء. لا، الحكم الذاتي للرد. ساعتك ساعتك. مبادرة العنوان فقط، العنوان فقط، وما يمكن تعطيه المملكة المغربية إلا إذا كانت عندها السيادة. الحكم الذاتي تعطيه المملكة المغربية لأكادير ومراكش والدار البيضاء، لأنه ما عندهم مشاكل مرتبطة بالسيادة. أما قضية الصحراء الغربية مطروحة عند الأمم المتحدة من 1963، ولا يقرر في الحكم الذاتي هو الشعب الصحراوي، لماذا طيب. يلجأ نظام المخزن إلى الدول الأخرى؟ ثالثا ثالثا، لا مسالم يقول على انه احنا كصحراويين خصنا ان ننهو مع هذا الصراع ونعود تحت الاحتلال ونعيش تحت الاحتلال، لكن ما وقد يقول ان هذه هيئه الانصاف والمصالحه اللي تحدث عنها كم كانوا ضحاياها في سجون تزمانات وقلعه مكونه. ما قد يقول ان الاخ محمد سالم كم من الناس العائلات الصحراويه مازالت تبحث عن ابنائها اللي دفنوا في مقابر طيب جماعيه. طيب استاذ، وصلت الفكره، وصلت الفكره. لا لا لا، ارجوك اعذرني اعذرني، ساعه ونصف الان، ساعه ونصف من النقاش. طيب 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 يا استاذ محمد رادي، فقط في نقطه، في نقطه عرض المبادره على الشعب الصحراوي يا استاذ محمد سالم، ساعطيك دقيقه فقط. اعتقد على انه المبادره المغربيه للحكم الذاتي اقرها المجلس الاستشاري للشؤون الصحراويه الذي يضم مختلف النخب الصحراويه من شيوخ ومن اعيان ومثقفين ونشطاء مجتمع مدني وحتى باحثين. نخب الصحراء وممثلو الصحراء ومنتخبوهم، لأنه يعني اليوم لدينا مجالس منتخبة، يجب أن نعترف بهذا الأمر. العملية السياسية المغربية التي تشمل الأقاليم الجنوبية المملكة تفرز منتخبين ممثلين قانونيين وشرعيين، وهم الوحيدين الذين لديهم الإذن ولديهم الصلاحية القانونية للحديث باسم ما يسمى بالشعب الصحراوي وساكنة هذه الأقاليم. وهؤلاء جميعهم يؤيدون هذه المبادرة ويؤيدون يعني السيادة المغربية على كامل التراب الصحراوي. لكن بالمقابل لدينا قيادة ديناصورية تدعي زورا وبهتانا تمثيل الشعب الصحراوي. طيب. لم يسبق أن لجأت إلى أي مشكال الاستشارة الشعبية، ولم يسبق أن احتكمت لصناديق الاقتراع، وتعمل السلاح وتعمل الكلاشينكوف وتعمل العناصر طيب. المسلحة ضد تلك الأقاليم التي تمارس عليها سيادة غير قانونية. شكرا، انتهى الوقت.